عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا ضابط الحياء. الحياء لا يمكن يأتي إلا بخير. إذا ما كان يأتي بشر أو ما كان يمنع من تحقيق خير أو ما كان يمنع من تحقيق علم فهذا ليس حياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. إذا كان الحياء منعك عن محارم الله، إذا كان الحياء حثك على طاعة الله، هذا الحياء الذي هو خير لك. أما الحياء الذي يمنعك من فعل الواجب فتستحي بين أناس تجلس معهم، تستحي أن تذهب للصلاة، هذا ليس حياء، هذا جبن وخوف وخور. أو توافقهم على فعل المحرم حياء، هذا ليس حياء، هذا جبن أيضا، لأنه لا يمكن أبدا للحياء الشرعي الحياء المطلوب أن يقودك إلى منكر أو يقودك إلى ترك واجب.